كاينه واحد العمليه واحد الحركه على مستوى تهيئه الملاعب. كيبان لك المنتخب الوطني المغربي كنشوفوا بان المركب الامير مولاي عبد الله انطلقت فيه الاشغال، المركب ديال طنجه، مركب الرياضي محمد الخامس هو في الطريق اللي غادي تشرح لنا بعض الامور تا هو حوله. كيفاش كيبان لك مراكش مستقبل اكادير، هادو الملاعب كلها غادي تكون فيها لاميناجمون، يعني في ولا واحد وحسب بحال دابا مولاي عبد الله ازيرو هبط غادي يعاود يطلع، غيطلعوا جوج ملاعب، واحد في لانكس والعاب القوى وواحد في الفوت مركب مولاي عبد الله، غادي يكون واحد واحد حدا واحد، غادي يكون واحد غير ديال العاب القوى. في لابيز ديال العاب القوى، ديال العاب القوى. وبالنسبه دابا على على المنتخب فين غادي يقدر يستقبل، يعني غادي تبقى مسائل الالتيرناتيف كل ملعب اللي موجود غادي يقدر يدخل فيه. المغرب غادي يقدم سبعه ديال المركبات، سبعه ديال الملاعب، من ضمنهم هذه اللي فيهم لاميناجمون كلشي، لان هذا مركب مولاي عبد الله عنده واحد التاريخ امتى غادي يسالي، وراك شتي الاشغال خدامه صباحا مساء، كاينين ديك زيكيب تدخل صباح شيه، هذا غادي بواحد الوتيره. علاش؟ لان عندنا واحد الاجندا، مركب محمد الخامس ها هما دابا الان تسمح للوداد باش تلعب الدوري الافريقي. الدوري الافريقي متى يبدا؟ في اكتوبر، لو 20 اكتوبر الافتتاح في دار السلام، كاين ربع النهائي عند الوداد، عندها نصف النهايه وعندها النهايه. اذا الرجاء راه تتلعب محد الوداد تتلعب داكور، الوداد مشات حتى للفينال، الرجاء راه تبقى غادا تتلعب في الماتشات ديالها، الوداد قدر الله وخرجت من الربع غادي تحبس وندخلوا الاصلاحات. هذا هو، لان باقي التاريخ ديال الاصلاحات مازال ما كاينش، لان باقي لاباساسيون، باقى لاباساسيون بين سونارجيس وسون هذاك باقى ما دازش، هذا في المركب الرياضي محمد الخامس باقى ما دازش، لان الان الذي يدبر هو سميتها كازايفا. وشنو اللي كيخلي زعما هاد الامور، هاد المسائل الاداريه كتكون علاش؟ لانه كان وعد من طرف الاتحاد الافريقي النادي الوداد في الزياره الاخيره بان الدوري الافريقي غيكون بمربج مركب الخامس، وكان كاين دابا شي عصبه الابطال الافريقيه الوداد تلعب في مراكش ديال هذا الموسم، هذا هذا الموسم هو الجيش، هو الجيش. وبالنسبه سمعنا بانه بداو كيتوصلوا بعض الجمعيات اللي كتستافد من بعض المقرات اللي كاينه في المركب الرياضي، جمعيات وجامعات، كاينه جمعيات وجامعات، كاينه جمعيات وجامعات اللي عندهم المقرات ديالهم وتيشغلوا بموظفين ديالهم. بهذا جاهم قرار الافراغ في ظرف 15 يوم، لان الملعب سوف يتم لاميناجمون ديالو بالنسبه لاكوب دي موند. اذا الجامعات والجمعيات مع كل ما هو وطني، مع المساله الوطنيه، مع هذا قرار وطني